إني أقدم شكراتي لأصحابه الكرام وممنونيتي، وإني أشكر حكومة الهند على ما لغيته من حفاظة وإكرام، وأرجو جميع التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يسعدني في هذا اليوم الأخر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استغلال الوطن وسلامة أراضي. أنا وشعبي كل بونا جماعة، أنا وشعبي كل بونا جماعة الدين واحد، والهدف أخدم الشعب. الدين واحد والهدف أخدم الشعب، بضاق صدر الشعب ما استر ساعة، أضيق من ضيقة واستر لحب، وهذا ملتزم فيها الأربعة الأبيات طول مدى الحياة. وقفة الشعب الكويتي الأبي، إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعده معزمته. البلد أمانة في أعناقنا جميعا، ولكن في سبيل حرية المواطنين عندي استعداد أنا أموت في دال المواطنين. أهل الكويت اللي معدن في الطيب الحقيقة، وأحطهم على رأسي. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استغلال الوطن وسلامة أراضيه. رفرف يا علم البلاد.